ننتقل بكم اليوم أعزائنا المشاهدين إلى مدينة دوسلدورف في ألمانيا، حيث دعتنا شركة أودي الشرق الأوسط لنقوم بأول تجربة قيادة عالمية لطراز A8 بنسختيه S8 و W12، وذلك بعد أن أطلقت الشركة الألمانية الطراز المحدث من أودي A8 في جيلها الثالث. ومن خلال تجربتنا أعزائنا المشاهدين سنعرض عليكم أهم التطويرات التي أجرتها الشركة على الطراز المحدث، والتي طالت الشكل الخارجي والإضاءة والأنظمة المساعدة وحتى المحركات واستهلاكها للوقود. وتظهر من النظرة الأولى الأضواء الأمامية الجديدة التي تعمل بتقنية ماتريكس LED المتطورة، مما يعطي شكلاً أكثر من مذهل للسيارة، والتي تشتمل على 25 صمام ثنائي صغير باعث للضوء يمكن تشغيلها أو تعتيمها أو إطفاؤها بالكامل حسب الحاجة. وتمتاز الإضاءة بكونها متصلة بالكامل مع نظام الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية GPS، بحيث يمكن للنظام توزيع الإضاءة وتقويتها أو تضعيفها حسب الطريق. كما يمكن للأضواء الأمامية التفاعل مع المركبات المقتربة أو الأمامية، مع الاستمرار في توفير إضاءة كاملة للطريق أمام السائق. هذا ولم تغفل أودي الواجهة الخلفية، فقامت بتحديث مصابيح LED الخلفية لتستكمل المظهر الجمالي للتصميم الجديد. وجاء تخفيض الوزن كواحد من أبرز التغييرات الجديدة، فعلى الرغم من أن طراز أودي A8 يعد الأكبر بين منافسيه، إلا أنه الأقل وزناً بين السيارات المنافسة ذات الدفع الرباعي للعجلات، فقد استطاعت الشركة تخفيض وزن السيارة إلى 1830 كيلوغرام باستخدام هيكل قاعدي من نوع ASF مصنوع من الألومنيوم، لا يتجاوز وزنه 231 كيلوغرام. أما من حيث المحركات والأنظمة الحركية، فقد تزايدت القدرة الحصانية لدى معظم المحركات، في حين شهدت جميعها انخفاضاً في استهلاك الوقود يصل إلى 10%. كما اختارت أودي تقنية جديدة تستخدمها للمرة الأولى في طراز E8، وهي تقنية الاسطوانة عند الطلب، حيث يعمل هذا النظام على تعطيل 4 اسطوانات عندما لا تقتضي الحاجة لتشغيل المحرك بكل قوته. كما اعتدنا في الصناعة الألمانية، جاءت المقصورة الداخلية بجودة عالية وإتقان بارع، مع تفاصيل شخصية مصممة يدوياً لم نكن نتوقعها، مثل استعمال مواد طبيعية 100% كأوراق شتلة الفراولة ومزج السماق مع الجلد لإضافة ألوان جديدة مميزة، وكذلك تطعيمات الخشب المزين باللون الفضي والذهبي، بالإضافة إلى فرش جلدي فخم ومقاعد متطورة تتمتع بخاصية التهوية والمساج. أما تقنية إلغاء الضوضاء النشطة فتعمل على توفير أقصى درجات الهدوء داخل المقصورة، وقد كان هذا ملموساً أثناء قيادتنا للسيارة على الطرق الألمانية. هذا وتجدر الإشارة إلى ما توفره المقصورة من أنظمة ملاحية وأنظمة متعددة الوسائط، مع شاشة تعمل باللمس يمكن للسائق استخدامها للتحكم في العديد من الوظائف، إلى جانب نظام أودي كونكت للاتصال بالإنترنت، والذي يمكن الركاب من تصفح المعلومات عبر الإنترنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني من هواتفهم الذكية. وأثناء القيادة يمكنك عزيزي المشاهد ملاحظة التحكم الكبير الذي توفره أودي A8، وذلك بفضل الأنظمة المساعدة على القيادة التي تتمتع بها، والتي تشتمل على نظام تثبيت السرعة الديناميكي، ونظام المساعدة على تغيير المسرب، ونظام المحافظة على المسار الذي يقوم بتعديلات طفيفة على التوجيه عند الضرورة.
كما تتمتع السيارة بنظام اختيار نمط القيادة الذي يتحكم في نظام التعليق الهوائي المتكيف مع حالة الطريق بما في ذلك ممتص الصدمات، ويحوله إلى الوضعية الرياضية عند الطلب، وهو ما جعل تجربتنا لقيادة طراز S8 تجربة لا تنسى. وتتوفر أودي A8 الجديدة بمحركين يعملان على البنزين بالإضافة إلى النسخة الهجينة، محرك TFSI ذي سعة 3 لتر المزود بشاحن هواء، ومحرك V8 سعة 4 لتر TFSI المزود بشاحن توربيني مزدوج، والذي يتمتع بقوة 435 حصان. كما يأتي طراز A8LW12 الأفخم والأغلى بين طرازات أودي مزوداً بمحرك يعمل على البنزين، يتميز بضآلة حجمه وخفة وزنه، وهو مصمم على شكل حرف W بسعة 6.3 لتر ويولد قوة 500 حصان. وقد طور نظام الإسطوانة عند الطلب خصيصاً لهذا الطراز. أما الطراز الرياضي S8 فيتمتع بمحرك V8 TFSI سعة 4 لترات يولد قوة 520 حصان، وينطلق بS8 من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.1 ثانية. كما تم تزويد طرازات أودي A8 الجديدة بنظام تبديل أوتوماتيكي سريع وسهل الاستخدام من 8 سرعات، يقترن بنظام كواترو للدفع الرباعي الدائم. ولاقتناء سيارة أودي A8 المحدثة طراز 2014 عزيزي المشاهد، يجب عليك الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2014، وهو موعد طرح السيارة الرسمي في أسواق الشرق الأوسط. أما إذا لم ترغب بالانتظار فستطرح السيارة في السوق الألمانية شهر نوفمبر القادم، حيث ستباع ب 120,500 دولار أمريكي كسعر ابتدائي. وسنقوم إن شاء الله في وقت لاحق بنشر تفاصيل أسعار السيارة بمجرد تحديد السعر لأسواقنا العربية. نشكر لكم حسن المتابعة أعزائنا المشاهدين، ابقوا على اتصال دائم للمزيد من التغطيات والإطلاقات المحلية والعالمية، وتابعوا موقعنا speed.com للاطلاع على آخر الأخبار وأحدث التغطيات في عالم السيارات.